اعمل لك عشاء صابر؟ لا ماليش نفس، تعال اقعد هنا. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه بقى اللي شايلها جوه قلبك وسبت؟ ايه اللي بينك وبين حسن؟ مفيش حاجة بيني وبين حسن. مفيش حاجة. قول الصراحة يا ابني. ولا أنت لسه مش عارفة؟ الموضوع خلص خلاص. كان عايز يتجوزني وأنا قفلت الموضوع يا صابر. أنت ليه ما شورتنيش في حاجة زي كده؟ وإحنا مش إخوات؟ هو أنت كنت فيه ولا في إيه؟ وإيه اللي خلاك تغير رأيك؟ حسن كان بالنسبة لي زيك يا صابر، مجرد أخ، الله يسامحه بقى، بلفني بالكلام، قعد يحكي لي عن مشاكله مع منال، وإنه هي متخلفش، وقال لي إن هي ما عندهاش مشكلة لو اتجوز تاني وإنه مش هيلاقي أحسن مني، بس لما قعدت فكرت مع كل اللي بيحصل ده، خلصت الموضوع معاه وقفلته. منال بقت حامل، واللي عمله مع أمه كمان خوفني قوي. ليه كده يا حسن؟ ليش؟ والله يا صابر أنا كنت هقولك، بس خفت ترجع تشك في إيه تاني. السيرة دي تتقفل وتنسى الموضوع ده خالص. نسيته خلاص.